منذ اليوم الأول للحرب على غزة تحول الأطفال إلى بنك أهداف للاحتلال الإسرائيلي، ومع كل غارة وقصف جديد تعيش العائلات الفلسطينية في دوامة من الألم والصدمة. فالأمهات والأباء يواجهون كبوسا لا يتوقف، حيث يخشون أن تكون الضحية القادمة أحد أطفالهم. في مشهد يمزق القلوب يظهر أب فلسطيني يتعرف على جثمان طفله الصغير من ملابسه بعد أن تمزقت أحلامه وقطع رأسه بفعل القصف الإسرائيلي الوحشي. في مشهد قال عنه المستخدمون إنه ليس استثناء في غزة، بل هو واقع يتكرر، حيث الجميع يعاني من ألم الفقدان وصدمة استشهاد الأحبة، لتصبح الحياة في القطاع جرحا مفتوحا لا يلتئم. نشاهد. Come on.